ممكن أعرف إيه الموقف بالنسبة لي المعادي بكرة عند الدكتور في مصر؟ أنا كلامي كان واضح، العقاب هيكون على الخروج بدون إذن. ألو. ألو. أيوة هان. جهز نفسك بكرة عشان ننزل مصر. حاضر يا فندم. أنت كويسة؟ بقولك جهز نفسك بدري يا سيد. ألو. أه متر. أنا سيد أبو دوم. أيوة ابن فرحات أبو دوم. أنت هتسيح لي؟ أيوة اللي أنت عايز منه 10,000 جنيه. بقولك إيه؟ أنا ممكن أبعت لك الفلوس بكرة، بس على شرط. أنا عايز زيارة لأبويا بكرة. لا إزاي ده؟ أنا معرفش، دي شغلتك، اتصرف يا متر. آه، وعايز الزيارة باسم سيد أبو الليف، ابن عمتي. يا سيدي إحنا سلوى عيلتنا كده، لما أبويا بيوحشني ببعت ابن عمتي. اتدخل في داخليات العيلة. ده أنت خنيق. يلا سلام يا متر. أنت مالك؟ يا أسامة سعادتك مش معايا النهارده خالص. ها؟ لا لا ابدا معاك، انا سامعك كويس. طيب انا هتصرف ازاي في الموضوع ده سعادتك؟ ايه؟ اه زي المعتاد يا سليمان، زي المعتاد. انا برضو كنت هعمل كده. مين البنت دي؟ دي بنت من الإسماعيلية، لسه متعينة هنا قريب. تحب سعادتك اجيب لك ملفها؟ هعمل ايه بالملف يا سليمان؟ ادي لها خصم ولا اعمل لها مكافأة؟ ده سؤال، مجرد سؤال. آسف سعادتك. أمرك يا فندم. المدام بلغتك إنكم مسافرين بكرة الصبح إن شاء الله؟ أيوة سعادتك. أنا عارف إنك مفتح وشايف شغلك كويس وطريقة شغلك تعجبني، بس أنا مش عايزك تنسى أنت موجود هنا ليه؟ عشان المدام وابني. موجود عشان تحميهم وما يغيبوش عن نظرك لحظة واحدة. أنا تحت أمر سعادتك. وإذا غابوا؟ اللي سعادتك هتأمرني بيه أعمله. تتصل بيا فورا في اللحظة اللي يغيبوا فيها عن نظرك عشان ألحق أتصرف وأوفر لهم الحماية. أوامر يا باشا. شكلك فهمتني. أنا تحت أمر سعادتك يا فندم. تصبح على خير يا زايد. وأنت من أهله يا باشا. معقولة يكون اتملى من ناحيتي للدرجة دي؟ ما تخلينيش أندم إني قلت لك اللي طلبه مني الباشا. لا يا سيد، أنا متشكرة لك قوي. أنت ليكي دم في رقبتي وبردهولك مش أكتر. وبعدين هو بيخاف عليكم، يعني أكيد غرضه المصلحة. اتفضل يا فندم. سيد لو عندك مشوار ولا حاجة ممكن تروح تعمله. مش الفكرة والله يا فندم، بس عارفة العيادة كلها أطفال وستات يعني، وأنا محرج بصراحة. أنا كنت هنزل بس أشرب حجرين قص وأرجع على طول. قص يعني إيه قص؟ قص مع معسل. معسل يا فندم. لا ممكن تروح وأنا أما أخلص هكلمك على طول. ساعة زمن هكون عند سيادتك. أوكي. اتفضل. مش محتاجة مني أي حاجة؟ لا لا متشكرة يا سيد. طيب متأكدة؟ والله ميرسي. متشكر. علي انت فين؟ فرحات.
قوم قوم كلم الصول جابر يا فرحان. فرحان يا اخويا قوم، صباحتك مباركه. خير خير عند الصول؟ خير. مش قعدت تفلق دماغنا واسمي في الزياره وانا جيت للزياره؟ قوم يا سيدي، اهي جيت لك زياره. والله يا شويش بجد امك خابط. هو انت فاكرني اهزر معاك يا مسجون؟ ايوه. طيب مين اللي طالب لي بالزياره؟ يعني هيكون رئيس الوزاره؟ اكيد حد من بقيه اهلك. ايوه يعني راجل ولا ست؟ ايوه. ضيع الوقت في الكلام واللوكلوك لحد ما وقت الزياره يجي ويخلص وانت قاعد هنا. لا حالا. شفت المتولي؟ شفت زبده ما هونتش عليها بجد. شفتني؟ ايه رايك فيها؟ حلوه. عمر عمر يا ابوي خلصني، اقطع الزياره على المساجين والكل كليله. يا ترى انا كمان هيجي حد يزورني قبل ما اموت ولا حموت وانا مستني الزياره؟ ان شاء الله بتودي. ان شاء الله ما تقولش كده. ان شاء الله اسمح منك يا رب يا فرحة. انتوا هتقعدوا تحبوا في بعض كده لحد ما عد الزياره ما يخلص؟ لا 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 لا، جاي جاي جاي. روح. انا جاي. روح. يلا. مع السلامه. مع السلامه يا فرحان. سيد ابني يا حبيبي. ازيك يا خالي؟ ازيك يا خالي؟ خالك تركيه. اه، ما الخال والد. ما احنا سلو عيلتنا كده، انت نسيت ولا ايه؟ انا اقول لك يا خالي وانت تقول لي يا ابني. ايه؟ اه نعم. قول لي انت جاي لوحدك ولا ايه؟ الله، هو اسامه وطارق ما بيجوش يزوروك؟ اسامه وطارق ايه؟ لا اسامه ولا طارق يجوا لي، انا مش بتكلم عليهم، انا بتكلم على زبده. يا خال، زبده ايه وسمنه ايه بس؟ عيالك هي اللي بقى عيالك. سيد عيني بترف وقلبي مقبوض. زبدة عيالة وانت مخبي عليا، صح يا سيد؟ صح؟ ما بتحبني؟ ما هو ما بيحوشهاش عني غير الشديد القوي. والله انت عايش في وهم ومسعر ناس ما تستاهلش اساسا يا خال. بقول لك ايه؟ المهم طمني على صحتك، عاملة ايه؟ ماشية. لا يعني ايه ماشية؟ بتاخد الدواء في مواعيده ولا نظامك؟ بصراحة ساعة ما جيت هنا وانا ماليش نفس لأي حاجة. عامل زي الكلب الجربان. ما حدش بيسأل فيا ولا حد بيعبرني. حتى زبدة. لا إله إلا الله. يا عم خليك في حالك بقى وخد بالك من صحتك. ولو على أسامة وطارق الزيارة الجاية هيكونوا عندك. آه. أنا سبت لك 3000 جنيه في الكانتين. اصرف بقى يا عم زي ما أنت عايز. باين عليها مسقسقة معاك أوي 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 يا سيد، صح؟ نصباية كبيرة عملتها، صح؟ آه. حبسنا حبسنا. انت مش هترتاح غير لما انام معاك في زنزانه واحده. اطمن عليك يا سيد. بتطمن ايه بس يا خال؟ انت كده بتسلمني تسليم اهالي. المهم محتاج اي فلوس تاني؟ محتاج حاجه؟ زبده يا سيد، نفسي اشوفها، نفسي اتملى من عينيها، بتلقي عليها وصه. اصل احنا بيننا وبعضنا في عشره كبيره قوي يا سيد، يعني ايام وليالي وكده وبتاع، لحد ما تتوه لحد ما تتوه. انا عارف طبعا ان انت باصص كده انا متشحتف عليها عشان خاطر يعني غريبه، صح يا سيد؟ غريبه. بس اعمل ايه؟ بحبها يا سيد، والله العظيم ثلاثة بحبها يا سيد. أعمل إيه؟